بعد هذا رسالة وصلت إلينا من الأردن وباعثها المستمع صلاح عوض. الأخ صلاح يسأل ويقول: إذا أدى شخص العمرة من الأردن، هل يجوز له بعد أداء العمرة أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة بعد أن يحرم من التنعيم، فيعامل كأنه مقيم في مكة المكرمة؟ وما هي الشروط التي توفرها إذا كان بإمكانه أداء العمرة لقادم من الأردن أو أي بلد من خارج المملكة؟ وهل يجوز أن يؤدي العمرة لشخص آخر، أب أو أم؟ أفيدونا أفادكم الله. المشروع أن القادم إلى مكة من خارجها يؤدي العمرة حال قدومه الداخل إلى مكة، سواء من خارج المواقيت أو من داخل المواقيت ومن وراء الحل، فإنه يؤدي العمرة. أما إذا كان في مكة أدى العمرة وجلس في مكة للعبادة أو لعمل من الأعمال، فالأولى ألا يخرج إلى الحل إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة، هذا خلاف الأفضل. بعض العلماء لا يجيزه أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون ويأتون بعمرة، يخرجون من مكة ويأتون بعمرة. وما حصل هذا إلا من عائشة لما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر يخرج بها إلى التنعيم، وجاءت بعمرة. وهذا في حالة عائشة خاصة، لأن أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمرة التي قدمت فيها، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وكفاها طوافها وسعيها عن حجها وعمرتها، ولكنها نظرت إلى الصحابة وقد جاءوا بعمرة وحج فتأسفت أن لا تكون قد فعلت ذلك، وبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرتها دخلت في حجها ولكنها لم تطب نفسها. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، ولم يحصل هذا لغيرها من الصحابة. فالأولى أن الذي يكون في مكة يشتغل بعبادة الله، صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، ويجتهد في العبادة وذكر الله والتلاوة، هذا أفضل له من الخروج الاتيان بعمرة من التنعيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.